ضمن اهتمامات الصحف العربية، تناولت من مصر صحيفة الأهرام اللقاء الذي جمع أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، مشيرة إلى أن الرئيس المصري أكد خلال اللقاء على حرص بلاده على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية وتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات. وفي قطر تركز اهتمام الصحف المحلية على حزمة القرارات والإجراءات الاحترازية الإضافية التي اتخذها مجلس الوزراء على ضوء آخر التطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. فكتبت صحيفة الشرق في مقال رأي أن تلك القرارات اتسمت بالاعتدال والحكمة والتوازن، إلا أنها اقتسمت المسؤولية مع أفراد المجتمع من خلال الالتزام بها دون تهاون، لكي لا تلجأ الدولة في الأسابيع المقبلة لفرض قيود أصعب مثل التي فرضت مع بداية الجائحة قبل سنتين. ومن الأردن أشارت صحيفة الدستور إلى لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الأربعاء في عمان مع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانيتش، وذكرت أن العاهل الأردني شدد خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.